للتعليق على هذا الخبر معايا على الهاتف الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. تحياتي لحضرتك دكتور. وماذا تعني هذه الخطوة؟ يعني هل منصات التواصل الاجتماعي بتتورط في أخطاء لو صح التعبير دكتور؟ أهلا وسهلا أستاذة رغد. الحقيقة طبعا عموما بشكل عام الدول الغربية بتستعمل المنصات الإلكترونية لنشر ما تريد أن تنشره من معلومات لصالحها، وحجب ما تريد من معلومات برضو لصالحها. ده بشكل عام. يعني إذا جاز التعبير مثلا التعرض إلى المجازر الإسرائيلية في غزة حجبها تماما في معظم المنصات الغربية، وبهذا الشكل في انحياز للمعلومات اللي هي عايزاها. بس الحقيقة البرازيل عندها رئيس قوي لولا دي سيلفا، عمل أكتر من إنذار لمنصة إكس أو تويتر إنهم بيتدخلوا في الانتخابات البرلمانية الداخلية وعندهم مخالفات في الدولة، ولم ينصاعوا أو يدفعوا المخالفات أو يدوا أسباب لكده، واضطر بحكم قضائي إيقاف المنصة دي داخليا في البرازيل. البرازيل عدد سكانها كبير، عدد المستخدمين أكتر من 20 مليون للمنصة. صاحب المنصة إيلون ماسك طبعا ليه آراء يعني عالمية كثيرة، وفي نفس الوقت هو عنده شركة ستار لينك للأقمار الصناعية اللي هي بيبث من خلالها منصة إكس. هو بيتدخل في كتير جدا من الدول النامية بالتحديد أو الاقتصاديات الناشئة. أنا أعتقد أن الغرب بشكل عام بيحاول يفرض ما يفرضه. يعني احنا لما نشوف احنا من كام يوم لما فرنسا ألقت القبض على مالك منصة تيليجرام بحجة انه مش متعاون معهم يديهم معلومات. طب ليه؟ لان منصة تيليجرام ليست غربية، هي في النهاية مالكها روسي الجنسية وحاصل بعد كده على جنسية فرنسا والإمارات، لكن هو لم يتعاون معهم في إعطائهم معلومات للمستهلكين والعملاء عندهم حوالي مليار شخص. نعم. فإذا النهاردة الغرب بيضغط على جميع المنصات الغير غربية الغير موالية لهم علشان يقوض حرية هذه المنصات ويحجب عنها أحيانا الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول الغربية، في سبيل أن المنصات الغربية تنتشر أكتر وتبث ما تريد أن تبثه من ثقافة العنف أحيانا من خلال الألعاب الإلكترونية اللي على هذه المنصات، أو نشر الثقافة المثلية من خلال هذه المنصات وثقافات أخرى تتنافى مع التقاليد والأعراف والأديان في معظم الدول الأخرى. إذن إحنا قدام مشكلة كبيرة جدا حلولها بقت صعبة. العالم النهاردة الافتراضي أو اللي إحنا داخلين فيه العالم الثلاثي الأبعاد الميتافيرس هيبقى صعب كتير بعد فترة إن نحكم، هيبقى صعب كتير بعد فترة إن إحنا نرجع تاني إلى الطرق التقليدية. إذن النهاردة الغلبة لنشر الثقافة بالطرق الرقمية الإلكترونية هو ده السائد. إذن إحنا علينا إيه بقى كدول إلى حد ما نشأة في هذه الاستخدامات؟ التوعية، ندخل المناهج الإلكترونية في التعليم ونشر الثقافة علشان أوعي الشباب بالتقاليد الصحيحة، بالأعراف الصحيحة، بتقاليد الدين والأشياء السليمة كلها. ليه؟ علشان أجابه السيل من المعلومات المغلوطة والخاطئة اللي بتبث لي شبابنا وأطفالنا عبر هذه المنصات. وده بطبيعة الحال بدأ أنه يتحقق يعني تدريجيا يا دكتور، وبشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا للتوضيح ولوجودك معنا في آخر فقرة من أكسترا اليوم. الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، شكرا جزيلا جدا لحضرتك يا فندم.